بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا وصلى الله عليه وسلم. أجمل المعاني التي تجعل الإنسان متشبث بالحياة معاني الأمومة، معاني الأبوة، معاني البنوة، هذا التراحم، هذه العلاقات الطيبة. فالإنسان خارج أسرته كالحوت إذا خرج من البحر، والحوت إذا خرج من البحر يموت، والإنسان إذا خرج من العائلة وقطع رحمه يموت. فالتراحم يعطي للحياة معنى، إذا اشتد به الوطء فاء إلى الرحم، إذا احتاج فاء إلى الرحم، إذا مرض وجد الرحم، إذا سيم الخسف وقف الرحم، إذا ظلم دافع الرحم. فالرحم يسند. ولذلك فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام يربي الناس بالحال والمقال والأحداث. ها هي المرأة تبحث عن والدها وكاد عقلها أن يطيش، فلما وجدت والدها ألزقته صدرها، فقال النبي وهو يشير إلى المرأة: أتراها تقذف ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، كادت تقتل نفسها وهي تبحث عن والدها، فما سكن فؤادها حتى ألزقته بصدرها لما وجدته. قال رسول الله: لله أرحم بعبده من رحمة هذه بوالدها. هذه رحمة الوالدة بولدها. قد يعق الولد والدته ويسيء معها الأدب، فتظل الوالدة هي الوالدة، وتظل الكبد هي الكبد، وتظل الأم التي حملت كرها ووضعت كرها هي الأم نفسها، فهي ترى أن ذلك الذي أصابها من آلام المخاض والولادة، فلم تفرح حتى رأته قد انفصل عنها وكتب الله له حياة منفصلة عنها، هناك تكتمل فرحتها، هناك تستجمع قواها لكي تغمره بمودتها ورحمتها حتى ينشأ إطعاما وإرضاعا وتربية. كل ذلك تفعله بدافع الحب والرحمة التي أودعها الله قلوب الآباء والأم على جهة الخصوص. فكيف يتنكر الولد لكل هذا؟ إذا اشتد عوده، إذا كبر تراه عياذا بالله يقسو على أمه، أليس من العدل أن يقابل الإنسان الإحسان بالإحسان؟ أليس من الإيمان أن يقابل الإنسان من كان سببا في وجوده وفي رعايته حتى كبر؟ أليس من الإيمان أن يرد بعض الجميل لهذا الذي تألم كثيرا من أجلك؟ عجبا لزمان ما كان الإنسان أن يتصور أن يسمع ما يسمع من صور العقوق التي لا تتناهى. ولد يصفع أمه، ولد يطلب من الأم المال من أجل شراء القرقوب، ولد يعمد إلى أمه وإخوانه فيقتلهم جميعا، ولد يتعاطى للقرقوب فيغتصب أمه، ولد ولد ولد. ما هذه الحياة التي سرنا نعيشها
وما هذه الصور التي تقشعر لها الأبدان وترتعد لها الفرائص حينما نسمع مثل هذا؟ تخيل معي أن ولدا أذاق الوالدة طعم العلقم بعقوق، وأي عقوق. فجاء الأخ من خارج وقرروا بعد ذلك أن يلجأوا إلى القضاء حتى يؤدب هذا الذي لا يحسن المعاملة مع من أحسن إليه. لكن الأمة هي الأم والرحمة هي الرحمة، فما إن وصلوا إلى مركز الشرطة وطلب منها أن توقع على المحضر، وطلب منها أنه في حالة ما إذا كان الولد في البيت ما عليها إلا أن تتصل هاتفيا حتى يأتون على سبيل على جناح السرعة لأخذه، فإذا بها تنهمر أعينها دموعا وتقول بأنها لا تستطيع أن ترى ابنها مهما فعل بها في وضعية يؤلمها. إنها الأم. لقد أحسن الشاعر حينما أراد أن يتزوج شاب شابة، قالها في قلب شعري، أنا أقول إن شاء الله في قلب نثري. أراد شاب أن يتزوج شابة فقالت الشابة: ولكنك لا تستطيع. قال: كيف لا أستطيع؟ قالت: إن مهري هو قلب أمك، اطعن أمك واستخرج قلبها ثم جئني بقلب أمك، فذاك هو صداق الزواج. فذهب الولد العاق إلى أمه فذبحها واستخرج القلب وهو يرتجف، فذهب بالقلب في يده يرتجف وهو جد مسرور حتى يقدم قلب أمه صداقا لهذه الفتاة التي أحبها. وبينما هو يجري في اتجاه خطيبته إذا به يسقط، فيسقط القلب من يده فإذا بالقلب ينطق: هل حدث لك مكروه يا ابني؟ هل حدث لك مكروه يا ابني؟ احترس يا ابني، إني أخشى عليك أن يؤثر فيك هذا المطب وهذا الحادث. هكذا هي الأم، قلبها حتى ولو ذبح ولو اقتلع من الصدر بسبب عقوق الولد، سيبقى قلب الأم هو قلب الأم، يبقى يرتجف خوفا على الولد، لأن الخاسرة في النهاية هي الأم. هي تخسر مرتين، تخسر بوليدها وهي تراه عياذا بالله يعاني بسبب العقوق، وتخسر يوم القيامة حينما ترى الولد يعذب يوم القيامة بسبب العقوق، والعقوق من أكبر الكبائر. ولذلك فقلب الأم تصنع معه ما تصنع، سيظل قلب الأم هو قلب الأم. ولذلك إن كان من رسالة نوجهها فلا نوجهها إلى الآباء والأمهات، إنما نوجهها للأبناء. رحماك رفقا أيها الولد بقلب الأم، رفقا رفقا. قد قرن الله تعالى شكر الله بشكر والدي، أن اشكر لي ولوالدي. فلم يرضى الله تعالى على طاعتك تطيعه حتى تقرنها بطاعتك للوالدة والوالد. انظر إلى هذا الأمر العجيب. وإن كان هناك من رسالة للآباء والأمهات فليست إلا تمتمات تخرج من الشفاه تتضرع من سويداء القلب مرددة قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله تعالى أن يصفح عنا بسبب تقصيرنا تجاه الآباء،
لا أريد أن أنغص عليكم حينما أخبركم حتى الأمومة فسدت، حينما أصبح الإنسان يتعاطى عياذا بالله للدعارة، وأصبحت الأم تقذف بوالدها في أكياس بلاستيكية وترمي به بعيدا. عشنا حتى شهدنا صورا يتزلزل لها عرش الرحمن. الإنسان حينما يصبح يذهب إلى المرآة، فإذا رأى وجهه لم يتغير ولم يتحول إلى وجه خنزير، يحمد الله على أن لا زال لطف الله تعالى يسترنا ويحيط بنا لعظمة المنكرات التي تصيب هذا الإنسان بسبب وديان الله. اللهم يا ربي أصلح حالنا وأحوالنا. صلى الله على حبيبنا.